الله الرحمن الرحيم اليوم الخميس الموافق 2 9 20 21 من مجزر البساتين تم تحميل 16 طنا الى المحافظات الاتيه اسيوط 4 طن البحيره 4 طن الاسكندريه 4 طن شمال سيناء 4 طن لتوزيعها وتسليمها الى الساده مدير المديريات لتوزيعها والله الموفق انا السائق السيد ابراهيم مقدر البساتين يوم الخميس موافق 2 تسعة رايح محافظه البحيره باربعه طن